وللحديث عن آخر التطورات الميدانية في مدينة حلب ينضم إلينا عبر سكايب من داخل الأحياء المحاصرة مدير مكتب حلب اليوم مصطفى عبد الله. مصطفى، كيف عاشت مدينة حلب المحاصرة هذا الصباح؟ نعم دينا، قولي كيف عاشت ليلتها أمس وكيف عاشت فجر اليوم وصباح اليوم. حقيقة بعد أن أوقع النظام أكثر من 25 شهيدا البارحة في حي مجزرة حي الشعار، استمر قصفه اليوم حوالي الساعة 3 فجرا. قام بقصف مشفيين في المدينة المحررة كانوا قد خرجوا جزئيا عن الخدمة سابقا بسبب القصف الروسي وقصف طيران النظام. اليوم صباحا عاود قصفه من جديد وقام بقصف أيضا مخبز في المنطقة، ما أدى إلى استشهاد 6 شهداء في حي المعادي. الخبز الدامي، الخبز المغمس بالدم في منطقة حي المعادي بسبب قصف قوات النظام وطيران روسيا والنظام للمخبز، بعد أن كان قد قصف أيضا كما قلت مشفيين فجر اليوم في كل من منطقة الصخور ومنطقة المعادي، ما أدى أيضا إلى استشهاد عنصرين من كوادر المشفيين. نعم. استمر القصف صباحا، أيضا كان هناك قصف بالقنابل الفوسفورية على الفردوس وعلى المشهد وعلى الصارحين وعلى حلب القديمة. تشهد غينا منطقة الفرافرة في حلب القديمة اشتباكات عنيفة. طب ما هي حصيلة المصابين جراء القصف بالقنابل الفوسفورية؟ قدم كنا لا يمكننا حصر عدد المصابين بالقنابل الفوسفورية. السبب أن كوادرنا حقيقة لم تستطع أن تصل إلى مكان القصف العنيف صباحا. منطقة حلب القديمة تشهد منذ الصباح تصعيدا عسكريا عنيفا من قبل قوات النظام، قصفا مدفعيا مركزا من كافة الجبهات، من القلعة ومن سكنة هنانو ومن المطار وأيضا من تلات الشيخ يوسف. لم يستطع مراسلون الوصول إلى تلك المنطقة بسبب ضراوة القصف الجوي. سأذكر أيضا شيئا آخر غنى قبل أن أنهي المداخلة. تفضل. أن هناك قصفا أيضا مركزا روسيا بالصواريخ الفراغية كان على منطقة المنصورة في حريق حلب الغربي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وجرح آخرين. هناك أيضا كان قصفا على منطقة جامعة إبلة في طريق حلب دمشق الدولي في 9 صباحا، ولم تردنا أخبار عن وجود شهداء أو ضحايا. طيب مصطفى، الاشتباكات أيضا استمرت في الفرافرة وأغيور. نعم مصطفى، يعني صف لنا كيف تبدو أسواق المدينة ومراكزها التجارية بعد شهر ونصف من الحصار؟ هنا لا يمكن الكلام الآن عن وجود أسواق تجارية وأسواق ومستودعات ويعني نقول ومخازن للألبسة أو للسلع الغذائية أو حتى للدوائية. لم يعد يوجد هناك صيدليات ولم يعد يوجد أسواق ولم يعد يوجد حتى ألبسة. ما بقي الآن هو بقايا هذه الأسواق التي توجد فيها مواد للتنظيف لا أكثر ولا أقل، توجد فيها بعض الخضروات المتواجدة نتيجة الزراعة في المناطق الخالية كالبقلة والبقدونس، ومع ذلك لا يوجد أشياء، لا يوجد أبدا. الطحين شبه مفقود من الأسواق الحرة، توجد فقط في بعض الأفران العائدة للمنظمات الإنسانية التي تعمل في المدينة، وتوجد أيضا لدى مجلس المدينة. اللحوم قليلة جدا وغالية، مع ذلك لا يوجد في السوق سمنة، لا يوجد سكر، لا يوجد أرز، لا يوجد حتى زيت. كل ما هنالك يوجد بقايا محلات تفرغ ما بقي فيها من منتجات. نعم، أشكرك جزيل الشكر مصطفى العبدالله مدير مكتب حلب اليوم في حلب.